الله إليكم. آخر سؤال لها تقول: هل يلزم من حقوق الإخوة في الله دوام الاتصال بهم والسؤال عنهم، علما بأن الأخوات كثيرات ولله الحمد، وأنا خائفة من التقصير في حقوقهن؟ نعم، هذا من صلة القرابة، الاتصال بهن في التلفون، السلام عليهم، سؤالهم عن أحوالهم، هذا من الصلة. نعم، ومن أنواع الصلة.